بعد الحملة الحكومية الأخيرة ضد المحتوى الهابط أثارت ردود أفعال متباينة بين الأوساط العراقية، منهم مؤيد منهم معارض. كل هذا وأكثر راح أتناقش به ويا ضيفي الإعلامي محمد الفهد. تعالوا حتى لا تأخر علي. يلا مرحبا أستاذ محمد. مرحب كل الهلا. خوما تأخرت عليك؟ لا بالعكس، يعني ندخل بالموضوع إن شاء الله. جاهز. كيف يمكن تنظيم المحتوى الهابط وعامل الارتقاء به دون التأثير على الحريات والحقوق الشخصية؟ أعتقد من خلال إشاعة ثقافة تخطي المحتوى غير الهادف، أنا أسميه طبعا ثقافتي. شلون أتخطى؟ أخلي الناس مثلا تعرف خوارزميات التكنولوجيا الحديثة، باعتبار أنه الناس حتى إذا كان الفضول يدفعك تشوف هذا المحتوى ممكن أنت ما تكمله حتى ما تصير مشاهدات لهذا الشخص. هذا أولا. ثانيا، من خلال ورش الداعمة للمحتوى الإيجابي، رفع كفة المحتوى الإيجابي على حساب المحتوى غير الهادف، بالتالي احنا هنا نساهم، راح نخلي كفة الإيجابية عامل الاحتواء عامل الاحتواء مهم، كفة الإيجابية أكثر من كفة السلبية، فبالتالي هاي الثقافة وهذا الوعي هو كفيل الآن بأن يكون المجتمع هو المسؤول على إعطاء هامش أو مساحة للي يصنع محتوى. إذن المسؤولية اليوم كبيرة جدا تقع على عاتق المؤسسات والأفراد والمجتمع، وأكو خلط إذا ملاحظ، أكو خلط عند صناع المحتوى الهابط بين حرية التعبير وبين السلوك العام. إذا تحدثنا عن التنظيم، إذا على مستوى مؤسسات الدولة عليها توضيح بعض المواد القانونية أو بعض المفردات الجرمية اللي الإنسان إذا ارتكبها ممكن ارتكب جرم، وهذا يتعلق مثلا بالتصرفات والسلوكيات، حتى احنا نعرف والناس تعرف انه شنو الحدود اللي ما يقدر يتصرف او يعبرها مثلا، لانه بعض المواد القانونيه ممكن حماله وجهين مثل ما يقولون. لما تتوضح هاي المواد راح ينضبط الايقاع وايقاع السلوكيات، اما فيما يخص حريه الراي والتعبير فهي ما تخص العراق، هي قضيه عالميه. يعني الاعلان العالمي لحقوق الانسان اعطى لكل فرد حريه الراي والتعبير، الدساتير اللي بالعراق من عام 1925 58 إلى دستور 2005 اللي بعد 2003 تم التصويت عليه من قبل الشعب، هذه صانت حرية الرأي والتعبير للإنسان. لكن بكل مجتمع هنالك محددات، ممكن قانونية، ممكن عادات، ممكن تقاليد، كل شخص له حدود ضمن عاداته وتقاليده. كل ما هنالك هو ضابط يكون، هذا الضابط أنه شبه مظلة تحمل كل المجتمع مثل ما موجود بالعالم، أكثر بلدان العالم انفتاحاً بها هذه المظلة. مثل ما إحنا نرفض انه بسبب راي وبسبب سلوك انه يصير تعسف ضد هذا الشخص والفرد اليوم وبكره، يعني احنا نرفض حتى لو كان ما عنده وعي بقانون او بمحددات وما يسمونه بالذوق العام والاداب، فهذا الشخص ما مسوي جريمه من وجهه نظري، ممكن يكون يعني المحاسبه ما مبالغ بها. بهذه الاشياء اذا توضحت وتضافرت هذه الجهود راح نصنع مجتمع تصان بكل الحريات وكل التوجهات، مثل ما احنا ندافع كصحفيين عن حرية الرأي والتعبير وما ممكن نتنازل عنها ولا نوقف ويا أي قانون أو إجراء يحد منها. فبالتالي هاي المخاوف اللي يطلقها الناس ربما من إجراءات مقبلة تكمم الأفواه وصادر الحريات، إحنا معاها هاي المخاوف. بالتالي هذه الملاحظات اللي وضعها المواطن هذا حقه بالتعبير عن وجهة النظر. فبالتالي أقول كل المخاوف والملاحظات اللي يطلقها الشارع هي مشروعة، باعتبار أن الدستور العراقي كفل لنا حرية الرأي والتعبير بما لا يخل بالذوق العام والآداب مثل ما موجود بالمادة 38. فبالتالي أنا قلبا وقالبا مع كل التساؤلات يطلقها المجتمع، بالنهاية هم دول بشر لهم حق، إلي حق يصور يصنع محتوى يعيش يتصرف بالشارع، يعني ما مسؤول بس يراعي الذوق العام يعني ممكن. طيب دور الحكومة والمحاكم في تنظيم المحتوى؟ مثل ما قلت دور المحاكم أولا توضيح المواد القانونية، بمعنى تحديد التصرف اللي يعد جرم مثلا. أيه. يعني كل اشياء جرم حتى إيه؟ انت من خلي قانون موضحه للمشاهد او للافراد في بالضبط. هذا المجتمع احنا اللي نحتاجه من المحاكم انه توضح هذه المواد وتوضح وين حدود الفرد انه ممكن يوصل هذا الحد يعتبر جرما. نعم. والجرم هنا مو قتل، وفي المقابل ايضا تكون بمثابه يعني شيء رادع وما يكون انتقائية على شخص وشخص، ما يكون تعسف. شكرا أستاذ محمد. شكرا رونق على هاي الاستضافة الجميلة جدا، إن شاء الله أتمنى لكم التوفيق. حديث مثمر، معلومات جدا الله رائعة. الله يسلمك. شكرا. حشينا العراقي مستمر وما راح يخلص. وياكم رونق، مع السلامة.